مصر في أربع أرقام لأربع جهات للإبلاغ عن حوادث العرب. المجلس القومي للطفولة والأمومة 16021، رقم خط نجدة الطفل 16000، شرطة النجدة العادية 122، رقم المجلس القومي للمرأة 15115. في قانون صدر من مجلس النواب كمان بيدخل سري بيانات الضحايا والمبلغين والشهود في الحوادث اللي زي دي، وده موجود في مصر. احنا كل اللي محتاجينه ندور على المعلومه نجيبها من مصدر الثقه. انا بشكرك ان انت سالت السؤال ده، لان الاجابه هتجيلك موثقه من نواب الشعب، فهتبقى انت متحمله دلوقتي ان انت سفيرتنا في جامعتك وفي الدوله اللي انت مقيمه فيها، ان انت تكوني نفس المعلومات بلغاتهم وثقافتهم.